اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء، وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اشف به مرضانا وارحم به موتانا واقض به حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا إماما شافعا ولا تجعله علينا ماحلا مصدقا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم إنا عبيدك الفقراء إليك وأنت الغني الحميد، نحن عيالك لا عائل لنا سواك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. جئناك في هذه الليلة راغبين خائفين طامعين، نرجو سخاءك وبرك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. نحن ضيوفك في هذه الليلة، فاملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، واقض ما في علمك من حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا في هذا الشهر خير ما تقسمه فيه لأحد، اللهم ما أنت قاسمه في هذا الشهر وفي هذه العشر من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا أجمعين من عبادك الصالحين، واجعلنا من أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك، واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، ولا تجعلنا أخيب التالين الداعين، واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم إنك أكرم الأكرمين، أنت السخي الجواد الوهاب الغني الكريم، ونحن نقف ببابك نرجو ثوابك، ونلتمس قضاء حوائجنا في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. فاقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم إنك أعلم بنا منا، فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا.
فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في هذه الساعة يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فتفضل عليهم بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذه الساعة من النار. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله في هذه الليلة إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين في سبيلك، وثبت أقدامهم، وسدد سهامهم، وسدد رميهم، واجمع على الحق قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنزل لهم من بركات السماء، وأخرج لهم من بركات الأرض. اللهم قوي بأسهم، وقوي شوكتهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم،
اللهم احفظ بهم حرماتك وطهر بهم مقدساتك. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم منه صاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين المجيتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. اللهم اجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل الموت خير غائب ننتظره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم أصلح حالنا ومآلنا، وأصلح سرائرنا وعلانياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما فرطنا في جنبك، اللهم اغفر لنا ما تعلم، اللهم اغفر ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اجعلنا لك من الخاشعين. اللهم إنا نسألك الخشوع في الصلاة، والصدق في القول، والإخلاص في العمل، والعدل في الحكم، والاستقامة على المنهج. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين. اللهم إنك أنزلته بذنب، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. اللهم إنا نتوب إليك في هذه الساعة، فارفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم جازع عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلينا أجمعين في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اسلك بنا سبيله وسنته يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك أن تعيد علينا رمضان سنين كثيرة، وأن توفقنا لصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه، وأن تجعلنا من المقبولين الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المشايخ والدعاة والعلماء المسجونين المظلومين في كل مكان، واجمع شملهم وانتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المظلومين المضطهدين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم أنزل بهم المثلات، وعاجلهم بالعقوبة يا قوي يا متين. اللهم يا قاصم الجبابرة، اقصم ظهورهم يا قوي يا متين. اللهم طهر الأرض منهم يا قوي يا متين. اللهم فجر رأيهم، وشتت شملهم، وخالف كلمتهم، وسلط بعضهم على بعض. اللهم فرج عن المسلمين بذلك، وانصر دينك ورسولك صلى الله عليه وسلم بهلاك الطغاة والملحدين والمفسدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن عاهدنا على الدعاء ومن أوصانا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وأزواجهم وذرياتهم ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده واقض ما في علمك من حوائجه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدخل عليه النور والسرور في قبره يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.